Le Conseil IT by RFC. Libérez votre potentiel digital. مرحبا بكم في Le Conseil IT by RFC. اليوم الشركات عايشة في دوامة كبيرة وهي دوامة التيرنوفر. هذا الكل عادي، الجيل الجديد مغروم بالتجديد وديما يحب يعيش تجارب جديدة، وخاصة اللي يخدموا في الاي تي عويم هوني عامين من غادي، وساعات المغامرة ما تفوتش 6 شهور خاطر قلقوا ولا لقاو فرصة مخير، والشركات في تونس والخارج طالبين، يعني تقري وتوري وتعمل سيرتيفيكاسيون ومن بعد يستقيل ويخلينا ويحلين. مثال يبدل لي موت باس ويغادر الشركة ونقعد نتفرجوا على بعضنا، ولا يعمل دي باغاميتراج من غير ما يخلي حتى هيستوريك. هذا الكل يخلي السيستم مش مفهوم لباقي الفريق، اللي باش يتعب باش يرجع لي زاكسي ويفهموا كيفاش يدور، واللي ساعات يخليهم يعاودوا الخدمة من جديد، اللي هي حاجة مش غونتابل جملة. الحل سهل، برشا شركات ما عندهاش علاش تخلي الاكتيفيتي اي تي ديبوندونت 100% من الفريق، خاصة لي ريسورس كريتيك اللي نجموا ندعموها بسيرفيس ماناجي ولا ريجي اكسترن. هكا نضمنوا تواصل الخدمات، لي ريسورس نتاعنا مدعومه من فريق محترف يعاونها وما يعوضهاش. هذا الكل في نطاق ان بلان بريفونتيف يضمن لنا النجاعه والاستمراريه. كان هذا لو كونساي اي تي باي ار اف سي. فارس بن سويلح يقول لكم نلقاكم الجمعه الجايه في حل جديد على اكسبريس اف ام، اللي تزيد في القيمه. لو كونساي اي تي باي ار اف سي. ليبيري فوتر بوتنسييل ديجيتال.